دروس قانون الفنان. لماذا؟ تعودنا تحيات مؤسسة تلفزيون جزائري حور يا بابا. أنا شاب قلت حور يا بابا تفرج فيها تلفزيون. أنا صنفك واش تلفزيوني؟ ما هي كلمة تصنيف؟ تصنيف دي كاتيجوري. مثلا كاين سؤال في محله بارك الله في الهواري. تصنيف يعني الهواة أماتور شبه هواة شبه محترف غير محترفين. قلت البوزيان حييه كان مدير ثقافة سابقا وباش واحد الجلسات وعلنها بحكم الجائحة. حنا ماشي محتمة غير بالجائحة نتناولوا موضوع فنان. يوم الوطني الفنان عن قريب 8 جوان يصادف ديك استشهاد الشهيد علي معاشي والجزائر ولاتها كسيمبليت روح الوطن تحيي هذا الحدث الفني. حنا بغينا نديروا قانون الفنان نطالبوا به. لماذا؟ هذيك المقولة تاع رويش الله يرحمه كيما يقول الندب الشعبي مش داخل تمرة لماذا ولا عرفون رسالة مصطفى والسلطات العالية البلاد السلطات العليا. حنا نباشروا كفنانين لازم قانون فنان يحميه. حقوق البث التلفازي حقوق البث الإذاعي هواري بابا حقوق كتاب كلمات القرصنة نطالبوا بها الجزائرية اتصالات جو دي بيان الجيري تيليكوم كاين مصنف الأدبية كاين كلمات مهذبة تهذيب الموسيقي تهذيب الكلمات كاين لي زاروجون دو فوازان واش يديروا؟ حنا ديرو الجي تيليكوم لازم تيليشارجمون ما كانش من حقوق يعود الايديتور الايديتور يصير 12 من حقه يحبس هاد لاكتيفيتي كوميرسيال يجيب لك ستوديو يجيب لك فنان يجيب لك حقوق من بعد القصيده ب 50 دينار. كريم اسمح لي تفضل اخ الواري ممكن نديروا لجنه؟ لا هذه رساله ان شاء الله ونحيي مدير الثقافه راهي مؤخرا مدير الثقافه ترسمت لنحيوها السيده بشرى. حنا نتكلم على مستوى الطهران كما قال لك غير في بيتنا ونتبع امور راهي عندها منتج شهر ملي ترسمت رساله مصطفى فنانين. حنا تعودنا هذا اوماج اوماج اوماج. انا من الناس سانسيرمون تشاءمنا ما كانش تفاؤل ان شاء الله يكون التصنيف الاولى حنا فنانين ونجبو الامور تاعنا ياك الوالي بابا لا انا رساله ارسلتها لماذا؟ لا انا متخصص في الادب الشعبي مثلا الجمعيات الادبيه والثقافه الوالي دي كاتيجوري باش يجيبوش لا لا الوالي بابا كاتيجوري باسكو راه كاين كيما قال لك بزاف فوضى كبيره في البلاد شبه المحترفين المحترفين هاو دوك اللي كاين دروك لو كان بلاوي الله يرحمه ويوسع عليه راه يديك زيس انا قالها لي هذه بالبوشه وهي ثم مع توفيق بن ملاح يتمشى في مدينه جديده في الطحطحه لقى واحد الجان بز صغير عنده 15 سيزون مفرج لي سيدي يبيع فيهم قال له شحال سيدي قال له مامو بيع 300 بصح الا عندك 2000 ولا 1000 غيعطيني سي تادير بلاوي هواري عنده بطاقه تاع فنان كيما واحد سموه ما على باليش انا الشاب تاع دروك هاوي نفس الشيء حبر على ورق حبر على ورق دوك هذه لي كاتيجوري اللي تهضر عليها نورمالمون كاتيجوري بال كيما نقولوا هذا هاوي وهذا شبه محترف واحد محترف بصح ما تعطينيش لا ميم كولور تاع لوندارا كارت بيضاء دير واحده خضراء واحده صفراء واحده حمراء باش الناس يعرفوا التصنيف واش هو التصنيف زعما ماشي تعطيني كارطا لتو الموند غادي يولي عبد القيس هو كيما حميد وهبي انا هاوي وبعد هاوي كاين محترف هادي كي نولوا كريم ان فيديرون كيما ماركت نولوا غير الحقوق تاعك سمحوا لي مانيش متدخل عندكم قانون عندكم جوريست الجوريست هو اللي يعطيكم النقاط اللي تهضروا عليهم رينغلو هو الكاريو باش تطلعوا للرئيس مثلا تاتو سي ان جوريست اللي يعطيكم قانونا هو هو رينغلو هو الكاريو رينغلو هو الكاريو اطار قانوني اللي تتعاملوا به باسكو باش تكونوا دي بروفيسيونيل حتى في الحاجه القانونيه تكونوا بروفيسيونيل حقوقكم ما يروحوش هباء منثورا يطلقكم اطار قانوني يطلقكم دي جوريز يطلقكم دي جوريز نو احنا باغيين نوجهوا رساله باللي فرنسا استعمرتنا كيما هكا غادي تجي لانديبوندونس رانا خطو ان شاء الله بدينا نعدلوا واري راه يهدر على لجنه شغل لجنه ولا كي قلت انت لجنه تنبيه لجنه موقره تنبيه وتدخل الى بخن اون شارج ستادير مي تجيو ترسلوا نتوما ملمه الحباب هما خير دوموند دوديونس لازم يستقبلوكم
علاش لجنه التنبيه غادي تدخلوا تقولوا شوف انت ما تمثلش باسكو حنا ثاني فنانين تعرفنا فنانين تاع ما يمثلنيش فنان وتعملنا وعندنا دوك الهضره ما عليناش ليسونسيال حنا نحوسوا على الاحرار حنا نحوسوا على الفنانين الشابين تاعنا لي زيكول اللي ما نخلوهمش مغبونين ما نخلوهمش كيما قال لك قالت لي انا راني معمر انا غادي كي نطرطق انا عليها قلت الرئيس ما نعرف حتى واحد ما نعرف حتى واحد انا تاكل على روحي باش نهضر مع الرئيس علاه الرئيس فرحت كي شتي ما يبغيش الهضره ما يبغيش الظلم من نعمل هي عاوننا من جل بزاف والله يرحم الناس اللي ماتوا ذلك فاهم دونك انا تاكلين عليه باش يكون وسند باسكو انا نشوف بلي سي اونتو باش يهضر لي بروبليم تاع ريتريت وما عندهاش لاسيرونس وانا انتم من خلقتوا الديوان ما كنتوش عارفين هادشي ما كنتوش عارفين بلي انسان لازمو سوسيال ديالو سيكوريتي وعندو نورمالمون علاش علاش هو علاش لاساسام اللي قالوا استعمار قالوا استعمار هكذا وري وري شاش معنى على لاساسام حاجه اخرى سمعنا بلي سمعنا بلي استعمار بصح حنا لقينا بلي الناس يتدعي لهم في الجوامع الناس يتدعي لاساسام يقول لهم الله يعطيكم علاه دايروا لهم دي بونسوني دي مونسياليتي ديميسيونا دانيال مون من لوندا ما كاش اللي سقسي عليه شوف حنا تاني واعرين فنانين حنا كاريتا حنا تاني ديميسيونا ما كاش اللي سقسي على الديكتور علاش ديميسيونا علاش مسيو توصال ديميسيونا علاش كان داخل حلول وكان داخل قال لك ان شاء الله بربي علاش شاك دو موا كون دخلوا دراهم صدقه 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 تشوفوا ديالي بالصدقه دراهم النار ما تاكلهم والفنان يموت هو لكم ما ديروش كوتيزاسيون تو فنانين وتفدوا بعضكم بعض وديروا هذا الحشا ديال تاع حوريه بابا مسكينه باش واحد شقد كان لقاء حميمي لقاء حميمي دروك حنا نقولوا باللي سي اونتو حنا ما يغيبوهاناش حنا لي شان تيليفزيون كاع تاوعنا ونبغوا نهضروا فيك شاك شان نهضروا وراه جاي شو راه حنا نشوفوا دروك انا نقولوا بالك يهديهم ربي ان شاء الله ويقولوا ما تبهدلوناش ما تفتحوناش ارواحوا نتفاهموا انجو نتفاهموا ونحكوا لكم باللي لي زارتيست اللي راهم معانا هنا ما عندهمش حق في الفنان من المديريه ومن الوزاره باش يكون عندها حق تبليغ واهتمامات وانشغالات الفنان ما نقولوا لا انا ريبريزونتور ما راهش جمعيه هاني التجربه تاعك وعندك علاقه مع الاداره الله يسلمك كيما نحيي واحد السيد له مفاضله اللي هو مستفيد من سولا بيكو حتى هو وجه نصروا معانا نصروا حافظ بوعلام نصروا معانا بعد حامد قلون كاين بعض الاطارات الثقافيه على مستوى فيها نستعملوهم انتصوا بقوي بالبركان في اجتماع حيوه بقوي بالبركان انتصوا بقوي بالبركان نشوفوا بأحمد عبد الله في الموسيقى نشوفوا في الشعراء كتب الكلمات حتى صحاب الاستديوهات سجل توفيق بن الله غربان ناصر الزياني كاع وايد سلماني كاين اللي زعما هذه المناسبه نفوسنا نديروا ممثلين نجيبوا رساله مدروسه ونقاط وجيزه نحبوا فنان نتكلموا على قرصانه نتكلموا على التصنيف وعلي بوعد الله تكونوا ممثلين ان شاء الله معكم ان شاء الله ريبريزونتون كريم كريم
مثل لي سانديكا تل كو اون ايجيبت و 1921 اليكزيست نقابه تاع الفنانين راك فاهمني لحقتها المغرب لحقتها تونس صح كل كوب ماستر قلت لك سي نان دي بلي دي زونسيان دوبي 1921 اليكزيست مختم كلثوم وفريد وكسيتيرا بصح في الجزائر هذا هو البروبليم اللي عندنا حنايا اونطونك ما عندناش نقابه ما يكونش عندنا اتفاق ما يكونش عندنا ما عندك والو باسكو تا با سينديكا عندو حاجة شابة باش تعرفوا باللي كيما قال لك تفائلوا خيرا ان شاء الله. شوف المشكل تاع فلسطين شكان صارين شكان منا والعرب قال لك دارين ودورك يباريكو قال لك العرب ناضوا وهدروا وقال لك باللي شي جامي غادي تكون في المناص ولا غادي غادي نوضكم دونك تما هذا فالخير حاجة شابة حنا ننطلق من هذا التفاؤل غادي نوضوا كان انت مالك انا يقول لك ما يديكش يهضر في الميكرو مالك المسؤول غادي مين يعطوه الكلمه مين جابش غادي يسمعوه مين يجيب مشي فنان خلاص مشي فنان بلعناه بلعناه صايي على بالك نخبطه بالدوكيمون تاع احمد وهبي يبكي في الكروسه ويقول لهم حرام عليكم حرام عليكم شكون هما حرام عليكم شكون انتوما انتوما عليها قلت لك انا ما نهضر لا منا ولا منا انا الرئيس انا ما عرفت نعرف الرئيس كنا فوالا كيفاش قلنا اترافيغ اترافيغ دي بتيت فيديو هكذا نطلبوا من الناس هذو اللي راهم في الميدان هذو اللي راهم في الناس ان شاء الله يوصلوا ها ولا قال لك لا فيديو تاع الاخر تاعنا لاكتور تاعنا كسموه شويني نو لي شايع في البلاد تاعنا عمينا عثمان عريوات عثمان عريوات حيوه كبيره فنان كوميدي بامتياز عثمان عريوات دارين فيديو ما شافوهاش السلطه حتى اللي سقساوهم قالوا لهم شفتوها باغ اكزومبل سقساو الوزيره الوزيره قالت لهم ما شافتش سي با كريم ما شافتش ما شافتش لا فيديو مي حنا نطلبوا من الناس اللي راهم متخصصين في الاعلام يوصلوا لنا هذا الفيديو ولا شي بارطاجي ان شاء الله وكن كيما قلت باللي مازال غادي تلاقوا ومازال غادي يفرحوا ومازال تسمع زغاريد ومازال تشوف الاعلام ومازال تعرف باللي الشهيد زبانا ما ماتش بطل علي معاشي كذلك علي معاشي الاول انا قلت على الاول اللي ضحى مسكين وراح وصل خطرات مات عاد من تحبس قطر حمس من تما هذا هو الجيل اللي تربى وجاب الحريه ومازال كاين خير مازال كاين مازال دم الفنانين الاحرار كاين عليها قلت كلمه باللي فوس ميتي دي فولكان كي دور اتونسيون واحد ساكت ما تقيمش واحد ساكت داير لك كيما هكا وانت راك تهدر حرز روحك منه حرز روحك يعطيك الصحه حرز غادي يتكلم غادي ما يعطيكش شانس باش تهدر قرنوا 30 عام هي فرنسا مستعمرتنا وضغط علينا الى فالو بلمه الحباب تاع 1 نوفمبر والزعامه والناس اللي كانت في ذاك الوقت حاميه واللي كيما قال لك رفد الزويجه ما تسلم على ولاده قال لهم السلام عليكم تلقوا في الجنه خرجوا سبع سنين كملوا معاهم احنا ان شاء الله ماشي سبع سنين قل قل باش يكملوا معاها كاع المافيا اللي راهي صاريه ويدخلوا فنانين لوبوليسيون فنانين دونك انا كي تقول لي فنان فنان يحس فنان ها ولا غير تعيط له تقول له بلي فلان مريض مسكين تقول له والله وي الو وي ارسلوا له فيروا له اعطوا لا هما حتى يموت الانسان ويديروا له ملمه الحباب ويتسلفوا له وتفوتي بيريود عاده باش يرسلوا له ربعه دور مانيش عارف من اخترعوها هذيك ربعه دور ربعه دور اللي يرسلوها للميت سيتادير عشاه 9 ملايين ودائما عندهم الفيرغول 9 ملايين فيرغول
فيرغول دائما فيرغول هذيك فيرغول دائما كيما من 90 اورو تزيد 99 فيرغول شادغول دونك تما حنا هادي شي كواري هادي شي هادي تاع لا غوتريت تموت مع الفنان واه سي تادير ودي لي ودي لي ودي لي او نيفو دو لوندا سوا 65 سنه كيموت الفنان تموت معاه لا روتريت سي تادير ولاده اي زون با دو دي دوشي سي سي ايتونو واحد انت اون روتريت ابري 70 ans اون لا با بيزوان شوف هادشي اللي قاله والي رانا دايرين ان شاء الله انا دايرين باللي غادي نتلاقوا مع الناس الكبار في دي زونتخوا سباسيو وين نتلاقوا كاع الفنانين وكاع يهضروا ماشي هي الهضره تاع بكري هضره تاع بكري فنان ما ينجمش يهضر انا كي نفهم هاد السيد اللي راه جاي باش يتسلط لي اليوم غادي نقول له شوف راك تتسلط غادي تسلط الفنانين اللي ما راهمش موحدين وما يعرفوش مساكين يهضروا وهذوك اللي كانوا مسؤولين عليهم راهم عارفينهم اللي ماشي معاهم موحدين ويعرفوا لي بوان فين جواحهم يعرفوا باللي ما ينجمش الرئيس يقول له يا سيد الرئيس في المديريه كيما كانت ما كانتش فنان ما كانش فنان نورمالمون ربي دار لهم هاد النقاط علاش باش يوريهم علاش خلى الدنيا تجري خلاها قال لك خلق الدنيا باش بنادم يشرع الروح دوك انت راك تورينا باللي ملي خلقت الديوان ما خممتش باللي عيب باش دير روتريت ونهار اللي يموت الارتيست تقطع لها روتريت تبقى راكم حقلق عليا وانت نموت تقطع لك عليا وانت نموت باش تدي لي لا روتريت تاعي ملي تدي لي لا روتريت تاعي انت بور توا اون طون كو ريسبونسابل ومدير ومانيش عارف شو انا ماشي فنان سي اون كارونتي ليك انت باش تريح من جيت لابي تاعك تما تهنينا مفنن خلي بالك هما كاين واحد الهضره كاين هما يقولوا وي كريم هذا اللي يقول خلي هذا اللي يقول لكم يقول على الفنان من يموت ويعطي يقول له مع بعد من يموت ما عندهاش ضروره ما عندهاش ضروره هذا 60 كاس ولا ستين شوف هي نورمالمون سي اون كاس سوسيال داروا هذا من الحيطه صح كيما كاس على لاكاس سوسيال كاع عندكم حق فيها كاع الفنانين لا كاين لا فين دروك نهضروا في الفن لاكاس سوسيال خليها صح في الفن كي تقول فن سي لي زارتيست كاع وي كاع لي زارتيست هذه كاس نورمالمون تديرهم شارج كاع لي شونتور كاع كلش 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 مام على خاطر هذه تاع الاخر داخل في السبورت راك تشوف مام سبورت وي يكون جوار ينقرض ولا يكمل بولا ولا ما عندكش لا هي بصح انا نظن كيف كنت تقول ما هما الحلول وي راهم عندكم الحلول هي اولا نبداو بالتوبيخ نبداو بلي سي اونتو حشومه عليكم لا 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 حتى دوك باش ديروا لي قانون تاع روتريت حاج هذا هو داروا قانون تاع روتريت ما كاش كاين ما كاش كاين اخ عامي شوف جماعه انا في البيت عائلي تاع حوليا بابا حوليا بابا حيت مع السي دابا لكن هذا ما سمحناش ملتقى تاع الاحباء يتمثل في منمة الحباب حنا في طور انجاز هذه الجمعيه تاع الجمعيه دونك حنا الاخ فناننا علي بو عبد الله نحيك على هذا التدخل والوقفه التضامنيه مع الاسره الفنيه الجزائريه كلمة لي بصفتي كشاعر اقولها مرارا تكرارا وساعلنها صراحه حنا لازم اخ علي نتكلم معك بلغه فنان امام الفنانين لازم تصنيف ما يكونش فنان تاعنا انا كيفاش تصنيف جمعيه الثقافيه والادبيه تصنف شعراء وكتب كلمات نحب الموسيقيين نحترم قويد البركان نظام نحترم باي بكاي انا نتكلم على مستوى الوطن مستوى المحلي كيما قويد البركان كيما باي بكاي بنعم عبد الله توفيق بولاح الاخوه الزياني كاين روبان ناصر شوف هادو لازم تصنيف كان موسيقيين ماهيش نقابه هو الميراغي ماهيش نقابه راهي يمثلوا الموسيقيين يمثلوا الموسيقيين الكتاب الكلمات والادباء يديروا نقابه يديروا ممثلين ريبريزونطون حنا واش نديروا
كونفينمون لهنا نقسم الحبل على باش ياكلوا بزاف اقسم بالله بزاف ومن بعد تلقى باللي باريكسوم كيما 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 الوزيره نورمالمون الوزيره مدت امر باش يتهلوا في الفنانين في هذه الجائحه تاع كورونا يعني يعطوهم واحد المصيف وين بريم باش شوف معليش كيكون سويفي كي تكون انت 5 مليون 5 مليون كي ديرها لها باغ اكزومبل وتعاود تزيدها وتعاود تعاونها دونك هما شنو داروا؟ داروا اون سيليكسيون افخوز ما تأماش عقلك الناس بالتليفونات بداو هذيك والناس تاع بصح دوك الشخصي مصطفى ما داهاش الشخصي انا ما داهاش ما ديدوهاش ما كانش اللي داها تسمى لي فري زيكول تاوعنا ما داوش الفنانين تسمى شكون اللي راه فنان دروك شبان مانيش فاهم الشبان تاع دروك خاطي الشبان تاع دروك عنده علاقه مع الخدمه مع التامبر ومع الديكلاراسيون بصح هادو نو هادو فنانين او سونس جلوبال مبدعين مدارس يكون عنده حق باسكو علاش هو الا كان ما يديش اسم الفنان نقلعوه ما يكونش مع الفن الا كان مدرسه تاع فن باغ اكزومبل مصطفى بن حمد الله يرحمه لناوي سيفاوي دونك عرار شوفوا بلي هادو سي دي زيكول هما اللي فاتوا وعلمونا الفن دونك انا تعطيني كارطه تاع فنان ومدرستي ما تعطيهاش هذه ما تدخلش في راسي تسمى انا فنان وانا فنان وكبير وايكون مين تخرجت واو هرم وفخامتك وديكم لا وشي المدرسه باغ اكزومبل المدارس تاعنا قاد ناوي جماعه ثاني فهم بزاف بازقا منير مساكين تاعنا لي زارتيست هذوك ماتوا بالفقر مش ديدانس لي سيدانس كان مدير وزعما استاذ كان خير عليه احنا راه مع الناس اللي الناس اللي نضروا راينا راهي وي دونك رانا على الفنانين اللي راهم محرومين من حقهم دونك هادو ils seront pris en considération بلي ما تدخليش باطيس في التامبل شي دخل باطيس في التامبل مصطفى مدرسه هذا مدرسه انتوما زيفاوي ما تدخلش في التامبل تامبل لوندا حبستها لوندا حبست علينا القوت تاعنا اللي كنا ناكلو منها علاش هي ولات تمد وتعطي في لي زوفر والدنيا وبلي مليار بلي مليار ما عادش قال لك الشعب فاق قال لك هاي تلاعب راه في التامبل وراهي خروطه وراهي خروطه شنو داروا هما حبسوا علينا القوت تاعنا حبس تامبل تامبل هو الماكله صح معليش عندنا حق وخدمة شو ولا حق الفنان الأصلي خليني من الشوبيز مدرسة فنان دوك هذا مدرسة فنان راه يعلم فيا في البانجو كيفاش نلعب ولا ساتين ولا كي يسموه مدرسة فنان أنا ندي كارطو وهو ما يديش كارطو وهو ما عنديش حق دوك إن شاء الله بربي كان محرحر وكان معمر وباغي يهدر غادي نعطيني شونس غادي نجيب له ميكرو شباب باش يهدر به ان شاء الله وكاع خالص كريم قول لنا كلمه تاع ختام ان شاء الله وي بين الناس اذا بهذه المناسبه سيدة شاشور اول كلمه نقولها شاشور نحييكم على تلبيه الدعوه لعائله بابا اذا باش يكون على علم ان اسره الدنيا اليوم دعوة تلقيناها من عائلة بابا الهواري عائلة الفنية احنا نصبكم عائلة فنية وعائلة مدينة طهران وهي تمثل في صداقة جارية على المرحومة الوالدة بابا حولها دعاء خالص للمرحومة وجميع موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين امين اللهم اغفر لهم امين اللهم اجعلهم في المسجد الصديقين امين اللهم نقيهم لكم من الخطايا امين كما نقى الثوب الابيض من الدنس امين واجعل فردوس على ظهرهم امين سبحانك رب العالمين والحمد لله رب العالمين. إذا فتح أخ الهواري ميرسي فتح لك الممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين كلمة ختامية لك ممكن حورية حورية بابا
نيابة عن الهواري بابا نيابة عن السلام عليكم مرسي جماعة إذا كان ممكن سيدة حورية بابا لها كلمة أنا نشكرك مريت كلمة باش لكن كلمة صاحبة المبادرة احنا ماشي من مثل الحبار احنا عائلة واحدة وحنا يد واحدة وحنا وانتوما اللي قعدتوا الفنان وبينتوا له الخيط الضوء وش راه هذا الخيط تعمر فيه ليبرا وتخيط لكل فنان وش راه بارك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الرساله راهي مفهومه ان شاء الله ربي يحفظكم حبس عليهم حبس عليهم حبس عليهم